اهلا وسهلا حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جبت لكم وصفه زيريات الدرس الثاني في الحلويات التقليديه. راح نمد لكم كامل الاسعار تاع هذا الحلوى مع سعر البيع، تلقاه في اخر الفيديو. اول حاجه نبداو بها هي السير، ونوجدوه بكيلو سكر مع رطل الماء. نجيب السكر نحطه مع الماء، نحطهم يغليو، كي يغليو نحسب 10 دقائق، ومن بعد نزيد 3 غرام تاع شب، ومن بعد نحسب 5 دقائق ونطفي عليه. هذا ما كان. راح نمد لك المقادير تاع كيلو لوز وتاع 250 غرام لوز. نبداو بالعجينة. عندي كيلو فارينة، 250 غرام مارغرين ذايبة، قرصة ملح، ملعقة لافاني، وماء زهر. حطيت الفارينة ودرت لها رشة ملح وملعقة لافاني، وجبت مارغرين ذايبة زدت لها ماء زهر، نضيفها ونبقى نزيد فيه ماء زهر حتى تلملي العجينة. ولا كان درتي كيفي وقسمتي المكونات، ديري 250 غرام فارينة، ديري لها رشة ملح، ملعقة لافاني، وزيدي لها 62 غرام مارغرين ذايبة، وزيدي ماء زهر حتى تلملك العجينة. وبعد ما تلمت العجينة نغلفها بكيس بلاستيكي ونفوت نحضر لافاغ. مقادير تاع الحشو، نحتاجو كيلو لوز ماشي محمص، مرحي رقيق، واللي ما تقدرش ترحيه ولا ما عندهاش رحايه راه يتباع برا مرحي، مع 400 غرام سكر عادي، و 100 غرام زبده ذايبه، لافاني، وزوج حبات بيض كاملين. ما يهمش الصفار اللي نديروه باش يطري العجينه لانه راح نعسلوهم. انا كيما قلت لكم قسمت المكونات، بقالي بعد العيد 250 غرام لوز، قلت ندير بها تزيريات. درت 250 غرام لوز مع 100 غرام سكر و 25 غرام مارغرين. المهم يا البنات، هذاك السكر لازم تحلوه مليح في ماء زهر باش يذوب، ومن بعد نزيد له مارغرين ذايبه. نخلطهم مليح ومن بعد نضيفه للوز المرحي. هذه الحلوه تقدر اي وحده ديرها حتى ما تكونش قرات الحلويات، تبع غير الطريقه وراح تنجح فيها ان شاء الله. ومن بعد تزيدوا البيض وملعقة لافاني. الحشو لازم يكون طري وليس، ما لازمش يكون ناشف. انتيا في كيلو تاع لوز يقدر يدي لك 2 حبات بيض ولا 3 حبات على حسب حجم البيضة. نبدأ نوزن في الحشو، وزن كل حبة 45 غرام، والحبة نكورها مليح، لازم تكون ليس، ونكمل كامل الحبات بهالطريقة. ومن بعد نجيب العجينه تاعي، وهذا هو اللي راح نقطع به، رقم 90. من الاحسن تشيو هذيك البطه اللي فيها كامل الدوائر، راهم يتباعوا برا. نرش الفرينه فوق سطح العمل. انا قسمت العجينه على زوج، ونحل العجينه تاعي بسمك رقيق. من الاحسن تستعملي الماشينه تاع البقلاوه باش تنقصي على روحك التعب، واللي ما عندهاش الماشينه تستعمل الحلال كما درت انا، راح تحصلي على نفس النتيجه.
وبعد ما قطعتهم ورشيت الفارينة في المكان اللي راح نخدم فيه، جبت هذا العود الخشبي، نحط الحشو في الوسط ونجبد غير فتاتة من الحشو ونلصقه في العجينة بهذاك العود ونزير عليه. ما لازمش تخلوا الحشو تاعكم ينشف، لكن شفتوه نشف ادهنوا شوية العجينة بصفار البيض ولصقوا، وحدة نلصقها وحدة نخليها حتى نكمل نقرص كامل الدائرة. ونزيد نقرصهم، لازم نلصقها مليح باش ما تطيحليش من بعدها في الفرن. وجبت هذا الطابع تاع الوردة اللي خدمت به هذا المرة، نطبع وردات ونلصقهم ببياض البيض. اللي تحب تخليها بلا ديكور تاني تجي هايلة. ونطيبهم على 180 درجة مدة 20 دقيقة، وبعد ما يطيبوا نعسلهم وهما سخونين. كانت هذه وصفة زيرية، تجربوها بهذه الطريقة راح تعجبكم. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش ديروا متابعة للقناة، وإلى اللقاء.